أصبح المغرب أول بلد عربي يصل لدور الثمانية في كأس العالم ألف مبروك لكرة القدم وده بعد تغلبه بركلات الترجيح لعبوا بينالتي على أسبانيا في دور الستاشر النهاردة المغرب انتصر عمليا 3-0 بالبينالتي او رجلات الترجيح وده بعد تعادل الفريقين 0-0 بعد وقت اضافي في استاد المدينه التعليميه فيصبح رابع منتخب افريقي يصل لربع نهائي كاس العالم بعد الكاميرون والسنغال وغانا الكاميرون والسنغال بالمناسبه لما كانوا بيلعبوا ووصلوا كان البطوله 24 فرقه وكانوا بياخدوا اول تاني ثالث غانا والمغرب وصلوا لما بقت البطولة 32 فرقة وبياخدوا أول تاني بس الفرق اللي لعبت معاها المغرب الحقيقة أقوى حبتين